بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 101. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة السابقة الكلام على موضوع الصلح، ونتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن أحكام الصلح عن المال، ونتناول النوع الثاني منه وهو الصلح عن إنكار، لأننا قد استوفينا الكلام على النوع الأول في الحلقة السابقة وهو الصلح عن الإقرار. والصلح عن الإنكار كما يسميه الفقهاء رحمهم الله معناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له، فيسكت المدعى عليه وهو يجهل المدعى به عليه، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، فيصح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. وقد كتب بهذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فصح الاحتجاج به لهذه الاعتبارات. وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه أنه يفتدي به نفسه من الدعوى واليمين، وفائدته للمدعي إراحته من تكليف إقامة البينة وتفادي تأخير حقه الذي يدعيه. والصلح عن الإنكار يكون في حق المدعي في حكم البيع، لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده، فكأن المدعى عليه اشتراه منه، فتدخله أحكام البيع من جهته كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة إلى آخره. وأما حكم هذا الصلح في حق المدعى عليه فهو إبراء عن الدعوى، لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات، لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك ويصعب عليهم، فيدفعون المال للإبراء من ذلك وتفاديه، فلو وجد فيما صالح به عيبا لم يستحق رده به ولا يؤخذ بالشفعة، لأنه لا يعتقده عوضا عن شيء، أعني عن شيء مالي. وإن كذب أحد المتصالحين في الصلح عن الإنكار، كأن يكذب المدعي فيدعي شيئا يعلم أنه ليس له، أو يكذب المنكر في إنكاره وهو يعلم أن الحق عليه ويعلم بكذب نفسه في إنكاره، إذا حصل شيء من هذا الكذب من جانب المدعي أو من جانب المنكر فالصلح باطل في حق الكاذب منهما، باطنا لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه وغير معتقد أنه محق في تصرفه، فما أخذه بموجب هذا الصلح حرام عليه، لأنه أخذه ظلما وعدوانا لا عوضا عن حق يعلمه. قد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإن كان هذا الصلح فيما يظهر للناس صحيح لأنهم لا يعلمون باطن الحال، لكن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا عندما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا التصرف السيء والاحتيال الباطل. ومن مسائل الصلح عن الإنكار أنه لو صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح في ذلك، لأن الأجنبي يقصد بذلك إبراء المدعى عليه وقطع الخصومة عنه، فهو كما لو قضى عنه دينه، لكن لا يطالبه بشيء مما دفع لأنه لا يستحق الرجوع به عليه لأنه متبرع. ويصح الصلح عن الحق المجهول سواء كان لكل منهما على الآخر أو كان لأحدهما على الآخر، إذا كان هذا المجهول يتعذر علمه كحساب بينهما مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: استهما وتواخي الحق وليحلل أحدكما صاحبه، رواه أبو داود وغيره. ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة. وأمره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أخذ الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظم حق المخلوق. ويصح الصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو بأقل أو أكثر منها، لأن المال غير متعين في جناية العمد فلا يقع العوض في مقابلته. ولا يصح الصلح عن الحدود لأنها شرعت للزجر ولأنها حق لله تعالى، ثم هي حق للمجتمع، فالصلح عنها يعطلها ويحرم المجتمع من فائدتها ويحرم المجرم أيضا من التطهير والتأديب ويفسح المجال للمفسدين والعابثين. فلا يصح الصلح عن الحدود، بل لا بد من تطبيقها لآثارها الحميدة في المجتمع. أيها الإخوة المستمعون، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.